ينضم إلينا من واشنطن الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب، ومن بغداد الباحث السياسي نبيل العزاوي. ضيفي الكريمين أرحب بكما. سيد نبيل، أبدأ معك بداية. يعني هذا الاستهداف الأخير الذي شن على القوات الأمريكية شمال شرق الأردن، برأيك ما تداعيات ذلك على الأمن العراقي؟ شكرا جزيلا. أكيد تداعيات ذلك سيكون وخيما على الدبلوماسية أصلا العراقية المنتهجة لأن تكون هنالك علاقة، هذه العلاقة وفق الاتفاق الإطار الاستراتيجي الموقع، وكذلك وفق الحوارات التي حصلت لأن تكون هنالك علاقة مستقبلية جديدة تختلف عن العلاقة. ست زينة، تربطنا احنا اتفاقية الإطار الاستراتيجي ما بين العراق والولايات المتحدة، لكن لم يطبق شيء من هذه الاتفاقية سوى الجانب العسكري، لكن هنالك يجب أن ننتقل إلى الجوانب السياسية الاقتصادية الأمنية تبادل الخبرات، هذا مهم جدا، لكن أن تبقى الأمور على حالها. لذلك يعتقد السيد السوداني ومن ضمن حتى برنامج الوزارية أن تكون هنالك علاقة، هذه العلاقة وفق آلية جديدة، هذه الآلية حتى الشركاء اليوم، يعني قضية ائتلاف إدارة الدولة قد رحب وبارك بهذه التحركات، ومن ضمنهم الزعيم مسعود برزاني حينما ثمن كل جهود الوزارة الخارجية لإيجاد تقارب حقيقي وإيجاد صيغ جديدة تختلف عن هذه الصيغ اللي كانت، بإيجاد علاقات مستقبلية تخدم العراق وتقضي على الإرهاب وتقضي على كل الأمور التي شابت العملية السياسية. لذلك أعتقد أن بيان كتائب حزب الله جاء في الوقت المناسب لإعطاء يعني المساحة الكافية للحكومة أن تتحرك دون أن قصف، لأن هذا القصف سيؤثر ولذلك سيقوض من عملية المباحثات. أعتقد أن المرحلة اليوم أكثر أهمية ومهيئة لأن تكون هنالك علاقات دبلوماسية تختلف، ويمكن أن تكون هنالك حوارات ثانوية ستكون خلال الأيام القليلة القادمة، باعتبار أن الأرض مهيئة تماما لإيجاد تقارب حقيقي ما بين العراق والولايات المتحدة وفق مصالح تربط البلدين، ليست فقط مصالح عسكرية وإنما مصالح أخرى. أنتقل إلى الدكتور غريب. دكتور غريب، مرحبا بك من جديد. يعني ما هي سيناريوهات الرد الأمريكي المتوقع على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية شمال شرقي الأردن؟ تحياتي لك ولضيفك الكريم. من الواضح أن الإدارة الأمريكية كانت تدرس وتفكر بكيفية الرد بعد اتخاذ، وقد اتخذ القرار كما ذكرتم بأن الإدارة سترد، ولكن كيف ومتى؟ عنصر المفاجأة قد لم يعد موجودا، وذلك لأن التوقع هو بأنه سيكون هناك هجمة. الأنباء التي كانت تتحدث عن احتمالات الرد والأهداف التي يمكن أن تستهدفها واشنطن، البعض كان يتحدث أن ربما ستكون هناك ضربات إلى إيران نفسها، ولكن في الداخل الإيراني كانت هناك دعوات من الكونغرس لتسديد ضربات ل البنى التحتية إيرانية أو حتى منشآت نفطية، ولكنني أستبعد ذلك في هذه المرحلة لأن هذا سيعني تصعيد أكبر وخطر أكبر على تحول الصراع من عملية قامت بها منظمات تعتبر بأنها مدعومة من إيران إلى حرب أشمل أو أوسع في المنطقة. ولكن أعتقد البعض بدأ يتحدث أنه ربما قد توجه ضربات إلى البحرية الإيرانية الموجودة في الخليج أو في المنطقة، وهذا ربما قد يكون أخف إلى حد ما ويبعث برسالة أيضا لإيران، هذا على الأقل ما ذكره البعض. ولكن توقعات أكثر هي أننا سنرى ربما توجيه ضربات إلى هذه الفصائل كان في العراق مثل كتائب حزب الله أو حركات مماثلة لها، خاصة أن حزب الله هي التي أعلنت عن تحملها المسؤولية، ولكن قد نرى هجمات على هذه الفصائل إن كانت في سوريا أو في العراق، وربما أيضا قد نرى هجمات على مقرات أو أماكن تواجد بعض قادة القرص الثوري، ولكن في نفس الوقت الذي وذلك أيضا الحرس الثوري أتحدث عن الموجودين إما في سوريا أو في العراق أو ربما حتى في اليمن، وهذه هي على الأقل الأفكار المطروحة حاليا التي نسمع عنها. ولكن في نفس الوقت هناك أيضا هذا التصريح الذي تحدثتم عنه فيما يتعلق بكتائب حزب الله، ما
من قبل الكتائب بأنهم سيعلقوا أعمالهم، وهذا بدون شك جاء تحت ضغط أيضا ربما من الحكومة العراقية، وهم قالوا أنهم لا يريدوا إحراج الحكومة العراقية التي هي تجري مفاوضات حساسة. ولكن من وجهة نظر الولايات المتحدة دكتور، برأيك كيف تنظر إلى هذا التصريح؟ هل تثق بمثل هذا النوع من التصريحات من جهة ككتائب حزب الله العراق؟ أعتقد أن هذا يعني هذا البيان أو هذه التصريحات لم تأتي دون أن تكون هناك ضغوط كبيرة قد مورست على قيادة حزب الله، كتائب حزب الله من الداخل العراقي، الحكومة العراقية، وربما أيضا من إيران. يعني هناك أنباء عن اتصالات بين رئيس الوزراء العراقي أيضا والقائد الحرس الثوري الإيراني قاعاني، هذه أيضا قد يكون لها علاقة. وقد نرى في هذه المرحلة أيضا ربما هناك اتصالات مكثفة تجري إما مباشرة أو غير مباشرة ربما بين واشنطن وطهران أو دول، لكن بالتأكيد هناك اتصالات وحوار بين واشنطن وبغداد، وهذه أيضا أعتقد أن هدفها هو ربما تفادي التصعيد وتوسيع أزمة الصراع الذي لا تريده طهران ولا تريده واشنطن وبالتأكيد لا تريده بغداد. سيد نبيل، أعود معك وأسألك، يعني تحدثنا الآن وقبل قليل حتى مع حضرتك عن يعني البيان الذي أعلنت فيه كتائب حزب الله تعليق عملياتها مؤقتا ضد القوات الأمريكية. باعتقادك ما الذي دفع هذه الكتائب إلى التعليق؟ هل هي ضغوطات عراقية يعني مورست من قبل الحكومة العراقية تحديدا رئيس الوزراء العراقي محمد الشياع السوداني، أم هي قد تكون ضغوطات إقليمية من الجانب الإيراني، على الرغم من أنه إيران أعلنت يعني أكثر من مرة بأن الهجمات الأخيرة لا تخصها وليست على علاقة بها؟ نعم، بعد التحية لضيفك الكريم، أعتقد أن استشعارا واضحا وأن هنالك من قدر أخطارا تحدق بالعراق، خصوصا أن الرسالة والبنتاغون كان واضحا جدا بأن هنالك ردا سيكون، هذا الرد سيكون مختلفا تماما عن الردود السابقة. زيارة قاآني، السيد قاآني إلى بغداد، أكيد لا كانت هنالك تحمل رسائل بأنه يجب أن يكون هنالك تبريد للجبهات خصوصا في هذه الفترة. كذلك السيد السوداني قد اجتمع بكثير من القيادات في قيادات الإطار لإيجاد خارطة طريق جديدة لأن تتفاهم الحكومة وأن تعطى المساحة الكافية لأن تدخل في حوارات معمقة لإنهاء هذا الوجود الذي أعتقد أنه ستكون يعني وجود التحالف سيكون يعني بحوارات. هذه الحوارات يجب أن تأخذ الحيز التام، لأن السيد السوداني قبل هذه الحوارات أعطى وعدا بأنه لكل التحالف بأن سنحفظ كل الأمور وسنحفظ أمنكم خلال هذه الحوارات، لكن هذه الأفعال يمكن أن تقوض عملية الحوار إذا كان هنالك قصفا متبادلا. لذلك أعتقد أن كل هذه الأمور وكل هذه الضغوط سواء داخلية أو خارجية قد ولدت قناعة بأنه يجب أن يكون هنالك إعطاء مساحة. لكن ست زينة، دعينا نركز على قضية مهمة، بأن الفصائل اليوم ليست فقط هي كتائب حزب الله، لدينا اليوم النجباء، لدينا أهل الكهف، لدينا سيد الشهداء. هذه الفصائل لحد هذه اللحظة لم تعلن تأييدها لما جاء به بيان حزب الله. لذلك أنا أعتقد هذه الفصائل أليست تحت قيادة تتضح واحدة سيد نبيل؟ لا لا أستاذة زينة، هذه يعني سواء النجباء أو أهل الكهف أو كتائب سيد الشهداء ليست مرتبطة تماما أو ليست لديها علاقة مع مثلا يعني بيان حزب الله، لأنه كان بيان حزب الله منفردا، هو يمثل وجهة حزب الله، لكن الوجهة الأخرى لحد الآن لم تتضح، ولذلك الكل ينتظر البيان الذي تكتمل به الصورة لإعطاء المساحة الكافية للحكومة أن تتحرك في تنظيم
تقييم هذه العلاقة الحقيقية وإيجاد بيئة جديدة، خاصة أن لدينا كثير من الأمور المالية ولدينا الكثير من الأمور المتعلقة مع الفيدرالي الأمريكي، لدينا عقوبات، قضية الاقتصاد يمكن أن تكون يعني ليست فقط العقوبات ستكون يعني ضربة عسكرية، يمكن أن تكون عقوبات اقتصادية، وهذا مهم وهذا كبير جدا. لا يمكن أن يستطيع يعني حقيقة السوداني أن يعني يتلقف هكذا نبأ إذا كانت هنالك عقوبات اقتصادية جديدة، ولذلك الكل يتحرك بهذه المساحة، يدرك جيدا بأن هنالك مخاطر قد تهدد أصلا العملية السياسية إن لم تكن هنالك إيجاد بيئة أو يعني حاضنة جديدة لرعاية هذا التفاهم مع الكل، ويجب أن يشترك الكل في صناعة قرار، هذا القرار وطني يخدم العراق ويخدم مستقبل العراق ويخدم مصالح العراق مع الولايات المتحدة الأمريكية. دكتور غريب، يعني ما هي السبل بالنسبة للولايات المتحدة لاحتواء هذا الصراع؟ فعلا هذه نقطة مهمة جدا. أولا أنا بدون شك أن ما يجري في غزة، الحرب الإسرائيلية مع الفلسطينيين وحماس في غزة، هي ربما من أهم العناصر التي صعدت، رأينا التصعيد في العمليات، عدد العمليات ونوعيتها تصاعدت منذ اندلاع الصراع في غزة، ومنذ أيضا رؤية المشاهد المروعة التي يشهدها العالم في غزة. هذه أغضبت الكثيرين في المنطقة، وربما شجعت أيضا التيارات المتطرفة أو المتشددة أو العناصر أيضا غير الحكومية، قوات غير الحكومية، على أنه يجب أن يكون هناك نوع من الرد. وبالتالي فأن هذه ربما قد تكون إحدى أهم الأعمال التي ستقوم بها الإدارة الأمريكية في البداية، كما نرى حتى الآن محاولة تقليص مستوى العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل، وثانيا التوصل إلى اتفاق لإعادة الأسرى والرهائن للطرفين وتهدئة الأمور، لأن هناك حتى في العالم ككل رأينا أن هناك رد فعل لما يجري في غزة، وفي حتى في الولايات المتحدة هناك انقسام حاد أيضا موجود بين قوة تقول بأنه يجب وقف الهجوم ضد غزة وأن ما يجري هناك هو عملية إبادة، بينما يرفض ذلك أطراف أخرى ويضع اللوم عليهم. ومن هنا تأتي أهمية تخفيض مستوى التصعيد العسكري ومحاولة احتواء الأمور. إذا القضية الغزوية، ولكن النقطة الأخرى التي يمكن العمل فيها هي طبيعة الرد الأمريكي. إذا كان الرد الأمريكي ضربة تكسر الظهر كما يقال، فإن هذا قد يكون له أيضا تداعيات خطيرة، ولكن الإدارة أيضا لا تستطيع إلا أن ترد وترد بحزم، لأنها هي تجد نفسها تحت ضغط من قوى سياسية داخل الولايات المتحدة، وخاصة من الجمهوريين في الكونغرس ومن حتى بعض قيادات الصقور في بين الديمقراطيين. ولكن أعتقد أن هذا ربما يتم احتوائه من خلال هذه الحوارات الدائرة الآن، وربما من قيام عمليات، عدة عمليات وليست عملية واحدة، ولكنها لن تكون أولا تضرب الداخل الإيراني، ولكنها توجه ضربات تستطيع الإدارة أن تقول من خلالها أنها فعلا قامت بعمليات لاحتواء وردع هذه الهجمات. وربما ولكن عفوا دكتور، ألن يلعب الضغط الشعبي الأمريكي دورا في حجم وكيفية الرد الأمريكي لإدارة بايدن على هذه الهجمات، خاصة أن هناك ثلاث ضحايا؟ بدون شك، هذه أيضا حتى الآن أعتقد أن الضغط هو أكثر يأتي من القيادات الجمهورية في الكونغرس ومن بعض الديمقراطيين ومن معظم الـ يعني الأشخاص الذين يهتموا أو القوى، إن كانوا مراكز الأبحاث أو غير ذلك. ولكن في نفس الوقت أيضا لا يزال هناك لدى الكثيرين أسئلة حول السياسة التي تبنتها واشنطن خلال الإدارتين السابقتين في المنطقة، وأنه هل هناك مصلحة حيوية لبقاء القوات الأمريكية في سوريا أو في العراق. وبالتالي هذا أيضا نقاش آخر يأتي، ولكنه موجود في بعض مراكز الأبحاث وبدأنا نسمعه من بعض أعضاء الكونغرس. ولكن هنا ضغط على الإدارة، والإدارة نفسها تشعر بأنه لا يمكن أيضا التساهل مع ما جرى، خاصة أنه هذه المرة قتل لأول مرة ثلاثة، طبعا كان قد قتل شخصان في البحر الأحمر في عملية في ذلك الوقت، وبعد مقتل سليماني
كان هناك هجوم حدث، يعني لم تكن هناك وفيات بل كان هناك ارتجاجات أصابت عشرات الجنود الأمريكيين، ولذلك الإدارة تحتاج إلى الرد، ومن هنا تأتي أهميته. هل سيكون هذا الرد مرة واحدة وقاسيا وضربة تقسم الظهر، أم أنها ستكون ضربة على عدة مراحل، ضربات عدة ضربات تبعث برسالة من واشنطن لما يجب تغييره في المنطقة من قبل هذه القوى التي تشن هجمات على القوات الأمريكية. سيد نبيل، أعود معك وأسألك، هناك عبارة وردت في كتائب حزب الله العراق تقول سنستمر بالدفاع السلبي، ما المقصود بذلك؟ المقصود وحسب القراءات العامة بأن يعني نتخذ نحن جانبان، لن نترك القضية الفلسطينية باعتبار أننا جزءا وندافع عنها بالمؤن بالمواد الغذائية، وسنتخذ الرد السلبي باعتبار أننا إذا ما قصفت مقراتنا أو ما قصفنا فسوف لن نتحرك. هذا يعني أنها تعطي رسائل، سواء رسائل للداخل أو رسائل حتى للخارج للبنتاغون، بأننا اليوم لا نريد تصعيدا، خصوصا أن الأزمة معمقة وكبيرة جدا، ويمكن أن يقرأها البنتاغون بأنها رسائل من نوع جديد، يعني يمكن أن لا تفضي إلى أن يكون قصفا، هذا القصف قويا وأن يذهب به ضحايا، خصوصا أن السفيرة رومانسكي قد علقت على هذا البيان حزب الله وقالت هي خطوة يمكن أن تقرأ يعني من جوانب، ويمكن أن تكون هنالك يعني تغييرا، أو يمكن هكذا قرأناها، يمكن أن تتخذها السفارة الأمريكية بأنها تقرأ هذه الأمور بأنها ستأخذ هنالك أمور جديدة في حسابات يعني كتاب حزب الله، ولا تريد تصعيد، خصوصا أن القضية مرتبطة بالقضية الفلسطينية. اليوم نلاحظ أن هنالك وساطات، هذه الوساطات يمكن أن تبدأ ملامحها خلال الأيام القليلة المقبلة، لأن يعني هذا القصف أو هذا التصعيد من جانب كتائب حزب الله يرتبط يعني القضية الفلسطينية، كلما كان هنالك تخفيفا كلما هنالك قلت من هذه. أعتقد أن هنالك قراءات كثيرة لهذا الجانب، يمكن أن تذهب الولايات المتحدة لقصف مثلا ليس بالقصف المعمق، أو يمكن أن لا تأخذ بهذا الكلام، أو تكون هنالك قصفا كبيرا، سواء هذا القصف تدريجي أو قصف يكون على مرحلة واحدة. لكن هنالك حتى داخل يعني الصناع القرار الأمريكيين هنالك نوعين، هنالك من يذهب إلى أنه يجب أن تضربوا، يعني هذا حتى فرق ما بين الجمهوريين والديمقراطيين، هنالك من يذهب إلى أن يجب أن نضرب العمق الإيراني باعتبار ان ايران هي التي تهدد، لا يمكن ان نضرب يعني الجهات المرتبطه والمدعومه من ايران، وهنالك لا، هنالك راي اخر بانه يجب ان نضرب، لا نوسع المعركه يعني نطاق المعركه، لانه هذا التوسيع سيؤزم المنطقه باعتبار ان المنطقه برميل بارود في اي لحظه يعني يشتعل. لذلك اعتقد ان الساعات القليله القادمه ستجيب عن كل هذه الاسئله، والرئيس بايدن يمكن ان يفضي الى قرار، اما قرار تصعيد ان تكون هنالك كضربات متتالية أو ضربة قوية تكون في هدف معين سواء في العراق أو في سوريا، هذا يعني كلها يعني ستكون خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة، لكن كل التكهنات تذهب إلى أن هنالك ستكون ضربة، هذا النوع وشكل هذه الضربة لم يحدد لحد هذه اللحظة. أمتنا كثيرا لكم طيفي الكريمين على الحضور معنا من بغداد، الباحث السياسي سيد نبيل العزاوي، كما وأشكر ضيفي من واشنطن الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور إدموند غريب، شكرا جزيلا لكما.